مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من سلسلة الارشادات الغذائية الرمضانية. اليوم الموضوع عن المرأة المرضعة خلال شهر رمضان. قبل ما بلش الفيديو اذا كنتوا جديد على القناة ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم اشعارات على الفيديوهات اللي بنزلها. وهلا صار فينا نبلش. اول سؤال بينسأل واللي هو هل المرأة اللي بترضع بتقدر تصوم خلال شهر رمضان؟ واليوم انا حقلكم انه اكيد المرأة المرضعة بتقدر تصوم بشهر رمضان، ولكن ضروري انه تكون عم تنتبه لأكلها، تكون عم تتناول المغذيات الأساسية حتى ما يخف الحليب عندها. اذا بدنا نحكي بالنسبة للتغذية، اولا ضروري تكون عم تنتبه لكمية السوائل اللي عم تاخدها، تجرب تكون عم تتناول كمية كافية من السوائل بين المغرب وبين الفجر. ايضا مهم جدا انه تكون عم تتناول كمية كافية من الكربوهيدرات حتى تعطي جسمها بطاقة خلال النهار. يعني الكربوهيدرات أكيد من المفضل تكون عم تاخد الكربوهيدرات المعقدة، يعني من الخبز الأسمر مثلا، الحبوب الكاملة، نجرب نكون عم ناخد مثلا رز أسمر، برغل، هالأمور على الإفطار. وأكيد نكون عم نتناول على السحور أيضا الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز الأسمر، خبز الشوفان. زيادة عن هيك، المرأة المرضعة ضروري تكون عم تاخد الفواكه والخضار اللي بيحتوي على كميات عالية من الفيتامينات، المعادن، الألياف والماء، أيضا كتير مهم للمرأة تكون عم تاخدهم. ما ننسى أيضا تناول كميات كافية من البروتين على وجبة السحور وعلى وجبة الإفطار حتى الأم يكون عندها طاقة أكثر، تقدر تكون عم تشبع أكثر خلال النهار وتكون عندها قدرة أكثر إنه ترضع طفلها. والشغلة الأخيرة واللي هي شيء كتير مهم، إنه تكون عم تتناول المأكولات الغنية بالكالسيوم اللي هو عنصر أساسي لحليب الأم. المأكولات الغنية بالكالسيوم عنا الحليب ومشتقاته، يعني حليب، لبن، جبنة، لبنة، هيدي الأمور. في عنا مأكولات نباتية بتحتوي على الكالسيوم ولكن أيضا بتحتوي على مادة بتمنع امتصاص الكالسيوم، مثل في عنا السبانخ مثلا، فأكيد من المفضل نكون عم ناخد الكالسيوم من مصادر حيوانية. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى تكونوا استفدتوا منه. تروني بفيديوهات جديدة وإرشادات غذائية رمضانية على القناة، ورمضان كريم.